صباح الخير، صباح النور. كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم العائلة الوليدات؟ نتمنىكم تكونوا بخير وإلى خير إن شاء الله يا ربي الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معاكم طريقتي في الشواء. كما كتعرفوا المرأة المغربية راه حاذقة تبارك الله، وكل واحد كتختلف من منطقة لمنطقة طريقة ديال الشواء. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتشاهدوا غادي نبداو ان شاء الله. المهم كاين اللي كيشوي في الفاخر، كاين اللي كيشوي شويه ديال الضو، كل واحد وشنو كيعجبو كيفاش كيعجبو يشوي. انا كنفضل ديال الفاخر حسن، طريقه ديال جدودنا والاباء ديالنا كنفضلها حسن. مهم نبداو بالمقادير ان شاء الله. بسم الله. عندي هنايا كميه ديال اللحم مقطع، طريقه ديال الشوا راكم كتعرفوا التقطاع ديال الشوا. كيكون مقرب بحال هذا الشكل هذا. مهم كميه على حسب افراد العائله، وأغلبية كيكونوا الناس معيدين مجموعين. مهم كمية ديال اللحم غادي نحتاج ليها معلقة ونص صغيرة ديال البابريكا تحميرة، معلقة ديال الإبزار، الملح حسب الذوق، أنا ما كنكترش الملح. عندي معدنوس مقطع صغير، وعندي بصيلة صغيرة غنشلضها معاكم دابا. بسم الله. نبقاو نشلضو البصيله ديالنا حتى نساليوها، كلشي كيعرف يقرد البصله. غنشلضها بهذه الطريقه حتى نسالي البصله ديالي ان شاء الله، وغادي نرجعو. دابا ان شاء الله غادي نضيف يا اما قطرات الحامض، ولا ما كانش الحامض غادي ندير خل ديال الحامض، معلقه صغيره. هاد الخل ديال الحامض عرفتي كيجي هاد الشوافتي ما شاء الله. غادي نضيف واحد المعلقه زيت البلديه صغيره حتى هي، وغادي نخلط اللحم ديالي نشرملو مزيان، تدخل فيه الشرموله مزيان، وان شاء الله نخليه حتى يرقد مزيان، ونرجعو للثلاجه حتى نبغي نعمر، حتى توصل الوقيته ديال الغدا ونبغي نعمر القطبان ديالي ان شاء الله. وعاد غنجبدو نغطيه نديرو في الثلاجه ونخليه شي جوج سوايع كترقد فيه هاد الشرموله مزيان، ونجبدو ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي دابا راه قرب الغدا، غادي نجيب القطبان ونبقى نعمر، نحرك بعدا مزيان، نولي عاود نحركو، خلطو مزيان
ونبقى نعمر بالقطبان ديالي. اللي بغى الفاخر غيدير هاد القطبان هادو، واللي ما بغاش اللي كيدير شوية الضو يدير القطبان ديال العمود. المهم انا كنستعمل اغلبية هادو، حيتاش قلت لكم كيعجبني الشوا ديال الفاخر حسن، كيجي بنين على شوية ديال الضو. هادو هما باش كنشوي شوية ديال الضو. صافي غنبقى نعمر القطبان ديالي حتى نساليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. انتوما معايا صافي، نستمر في التعمار القطبان تنساليو ان شاء الله الرحمن الرحيم. مع دابا حنايا راكم عارفين كتارين كنعيدو مجموعين تبارك الله ما شاء الله، غنعمر ونعاود القطبان تبارك الله. لويسي وليداتهم وحنايا مالين الدار وعجوزتي وشيخي، ايوا ما شاء الله تبارك الله العائله كبيره تبارك الله. هذاك الشيء علاش راه دايره شوا كتير. صافي نستمروا هكذا ان شاء الله حتى نساليو الرحمن الرحيم. ها انتم شوفوا شحال عمرت تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله روق الى هنايا شي 30 قطيب. دابا غنخليهم ونمشي نشعل الفاخر. نغطيهم نمشي نشعل الفاخر ونرجع ان شاء الله. درت الفاخر ديالي في المجمر، جبت هاد الشعاله ديال الفاخر وصافي غنخليه. حطيته في باب الدار، انا كنخليه برا باش ما كتدخليش الريحه للدار. وصافي غنخليه برا ونبقى نشيش عليه حتى يشعل الفاخر مزيان، داك الساعه كندخلو للدار عاد كنشوي. صافي من بعد ما شعل ليا الفاخر داب الفاخر مزيان كندخلو للدار وكنبقى نشوي. صافي انا بديت في الشوا وكنبقى نشيش عليه وكنبقى نقلب، كل مره كنقلب باش ما كيتحرق ليش حتى كيطيب. وبصحتكم وراحتكم، وكنتمنى يعجبكم لا فيديو فضلا وليس امرا. شي لايك واشتراك وشكرا ليكم البارطاج مع العائله والاحباب، وشكرا لكم بزاف، وشكرا كاع اللي كينضم لقناتي. شكرا لكم بزاف بزاف، كنشكركم بزاف.